كمين مركب جديد للقسام في أحد شوارع رفح ومسافة ما بعد صفر تعود للواجهة مجددا. الفيديو وثق كمين مركب بيحمل اسم إسماعيل هنية لآليات الجيش الإسرائيلي المتواجدة في شارع جورج في رفح، واللي تضمن الإيقاع بعدد من الأعتاد الثقيل زي مدرعة النمر ودبابة المركبة. بس قبل التنفيذ الكاميرات وثقت التخطيط والتجهيز اللي وصفته السوشيال ميديا بأنه تخطيط دقيق لتنفيذ محكم. طبعا زي كل الاستهدافات او استهدافات القسام، السوشيال ميديا تفاعلت معاه بشكل كبير جدا. خلونا نستعرض بعض التعليقات او التويتات على منصه اكس. عامر مثلا قال جعلوا من النمر قطه والمركبه خرده. كمان في عزام قال هؤلاء اشباح وليسوا بشر عاديين. طيب تويته كمان من البحيري اللي قال هنية عاد على هيئه سلاح، حفروا حفره ووقعوا فيها.